الخبر الاولي عدنا عن امراض اليوتيوبر. بالنسبه اول شيء واللي هو نومار وتنزل هذا الستوري اللي كان يقح بيه ويقول بيه انه هو مريض. راح اعطيكم الستوري. طبعا ايش فيه يا رب؟ ان شاء الله ما بيه العافيه والخير يا رب. وانتم يا حبايب في الكومنتات والله ايش فيه يا رب. بالنسبه لابو فلي يا حبايب فما زلنا عن ما حالته خطيره او نقدر نقول حالته تتطور للاسف الأسوأ. فنزل هذا الستوري واضح انه حرارته كلش مرتفعه. نروح حاليا مفاجات اليوتيوبر واللي هو اول شيء قمر الطاي يا حبايب اللي نزلت هذا الستوري كانت كاتبه عليه. اليوم صار وياي شيء كلش حلو فرحانه بس ان شاء الله راح تعرفوه بالايام الجايه. فاكتب لنا حبوب بالكومنتات شنو تتوقعون قمر الطاي مجهزت لنا. طبعا اللي قاعد يقول انه هو راح يكون خطبه قمر ويا نورمار. وبنفس الوقت يا حباب من واضح انه قمر الطاي للاسف رجع لها الاكتئاب والحزن. فنزلت اول شيء هذا الستوري كانت كاتبه عليه الجو كئيب ولكنه حلو. ونزلت هذا المقطع اللي كان حاطه بفيديو قديم لما كان شعرها طويل وكاتبه عليه قصه شعري انه على اساس انه الحزن مالتها يقصر ولكن للاسف الحزن مالتها ما قصر. وحاطه له فيديو جديد بعد ما انقص شعرها. فكتبوا لي حبوب بالكومنتات شو رايكم باللي قاعد يصير ويا قمر. بيضاف انه قمر عن ما بعض الاشخاص صار يقولون انه هي قاعده تهجم علي يارمر. بعد نزلت هذا اللي ستوري كانت كاتبه عليه لما اسوي روحي كيوت ولكن ما تضبط وياي. كانت لابسه هاي الشغله بشعرها مثل ما شايفين يا حبايب. وبالسابق يارا يا حبايب نزلت هذا التيك توك وكانت لابسه نفس القبعه والشفقه نفسها يعني. والغالب كان كاتب لها انه هذه مو كيات هذه اعاقه. فكتب الحبايب بالكومنتات اتوقع القمر الطايب بعد كل هذه الفتره هي تقصد يارا او مجرد ستوري مو اكثر. بس ثاني الشخص اللي مجهز لنا مفاجات واللي هي نارين بيوتي ويا انس وبيسان. فبيسان طلعت بشويه ستوريات تتعلم يخلها مجهز لنا اشياء خرافيه وناريه. وبعد يجي انس شايب يا حبايب يفضح سرنا وعن ما صار يقول عندهم تصوير ويا نارين بيوتي اللي تجهز لنا حاليا برنامج جديد عباره عن مواهب مواهب وراح يكون اول ضيف هو بيسان وانس. راح اعطيكم الستوري شوفوا. اليوم نحن عندنا تصوير فيديو كثير حلو فوقنا اليوم بكير. انا فاي اصلا الساعه 10 الصبح فهنوني كلياتكم ان شاء الله حتشوفوا شغلات بتجنن. حبايبي طبعا اليوم في تصوير فيديو لنارين بيوتي اللي هو اسكت اسكت لا تحرق. اوكي البرنامج اللي نزلت صور مواهب وس بالنسبه لنور ستار يا حبايب بمجرد نزلت هذه الصوره اللي كانت كاتبه عليها السويد بصوره وتقصد ان السويد عباره عن برد والثلوج. ننتقل حاليا لبرهون المراوي يا حبايب وقرر انه هو يسافر. بعد ما نزل هذه الرسالة يا حبايب على من خلال انه راح يسافر للاردن على مود طبعا يحضر خطبة احمد ابو الرب ويا صبا. راح اعطيكم الاستوريات يا حبايب وطبعا يوصل بالسلامة يا رب. صباح يا باشا كيف كنت صبا؟ في خبر لازم اخبركم اياه اللي هو انا راح اسافر اليومين. احزروا لوين؟ اكيد بتعرف بس انه يعني احزروا احزروا لنشوف. يعني بلد من زمان نفسي ازوره بس يس رايح على الاردن ف متحمس اول مره بحياتي اروح. هي بصراحه رايح على خطبه ابو الرب ولنشوف كيف حنرقص هنيك. ما بعرف اذا بالاردن برقصوا مثلي بس انا شباب شو ما جبت العيد انا هنيك اعتبروا الوضع ريلاكس لانه راح اكون متحمس ف تمام. واخر شيء يا حبايب اللي هو اغاني اليوتيوبر اول شيء اللي هو محمد كريم تنزل هذا الستوري كان يعلب خلاله عن اغنيته الجديده كاتب قريبا سون ان شاء الله تنزل شكلها بالكريسماس شكلها تكون اغنيه نار. بعدين يا حبايب اللي هو رايدر اللي تنزل هذا الستوري يعلب من خلاله انه يجهز لنا حاليا اغنيه المليون بما انه هو اقترب من المليون يا رب يوصلها باسرع وقت. وطبعا قال الاغنيه كلش نار راح احطكم الستوريات تشوفوها. هلا وشلونكم؟ طبعا ادري انا غايب عليكم شويه بس غايب عليكم لانه دا اسوي لكم الاغنيه. اليوم الجو كلش حلو مع انه شويه بارده ومطر هيك بس كلش احب هذا الجو يعني كلش احبه فاعرف اني غايب عليكم. الاغنيه صار لي اشتغل عليها تقريبا شهر اغنيه المليون فعلا صار لي اشتغل عليها شهر. اول مره بحياتي اقعد اشتغل على شهر على اغنيه ما ادري ليش حسيت هيك انه الشهر بالعاده اني ساعتين هوايه يعني بعد الاغنيه ساعتين ما تاخذ وياي بس هاي الاغنيه فعلا تعبتني يعني صدق تعبتني يعني اول مره اتعب وهي بس على الاغنيه يعني من دون تصوير تخيلوا بس على الاغنيه شهر. ما اعرف اتوقع الاسلوب الستايل الاغنيه كل شيء راح يصدمكم بالاغنيه وبس ترقبوا يعني ما بقى شيء اصلا وان شاء الله تعجبكم. بوصل حبايب نصات المقطع فجر مقطع بلايكات وبس. تشيكوا فيزين مقاطعك القصص احبكم مع السلامه.